رجال واحد من الأبطال اللي كان أيضا له دور كبير جدا. في اليوم ده من 10 سنين كان في مكانه رئيس جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن. أولا مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا أحمد باشا، كل سنة وحضرتك طيب، وبشهد أستاذ المشاهدين جميعا بخير، وأبنائي من ضباط وأفراد الشرطة بخير. وأنا بشكرك أنك اديتني الفرصة دي أن أنا أعيد على ولادي ضباط وأفراد الشرطة وعلى أبناء الشعب المصري بالكامل، وكل سنة وأنتم كلكم طيبين. بتقول لهم يا فندم للرجالة والأبطال النهاردة في عيدهم النهاردة؟ بقول لهم بعد ما بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، بشكرهم انهم تمكنوا انهم يستعيدوا قوتهم مرة تانية، ويشعرونا ويشعروا الشعب كله بالامن والامان اللي كنا افتقدناه لفترة، والحمد لله استعادوا مكانتهم مرة تانية واستعادوا وضعهم وتمكنوا من انهم يحكموا السيطرة بالكامل على ربوع البلاد. 10 سنوات زي اليوم ده من 10 سنين، ما بين 25 يناير 11 و 25 يناير 21، بتشوفوا العشر سنين دول ازاي؟ والله هي ما اقدرش اشوفها، ما اقدرش اقول ان انا بشوفها ازاي ككتلة 10 سنين، لانها العشر سنين دي مرت بمراحل، مرت بأيام سودة شفناها في عهد حكم الإخوان، ومرت بأيام صعبة وعصيبة والعالم معظمه متكاتف عشان يسقطنا ويسقط الدولة المصرية العظيمة، ومرت بظروف الشرطة أعادت لنفسها كيانها بمساعدة طبعا القوات المسلحة، ومرت بمرحلة القوات المسلحة تحملت فيها المسؤولية بالكامل عن الأمن والأمان وعن مساعدة الشرطة في إن هي تستعيد قوتها مرة تانية، ومر دلوقتي بمرحلة النماء والنمو. وكم كنت سعيدا وأنا بستمع لسيادة الرئيس النهاردة وهو بيتكلم عن القرى وتطوير القرى، وكلنا وأهالينا من قرى بسيطة يسعدنا تماما إن القرى دي نشوفها في وضع أحسن من اللي هي فيه دلوقتي. 25 يناير 11، اليوم ده لما بتتذكر هذا اليوم، إيه اللي بيمر السيناريو اللي في دماغ حضرتك قدام حضرتك الآن؟ والله هو طبعًا ذكرى سيئة، وذكرى سيئة، لكن أقدر أقول إنها يمكن كان فضل من ربنا. احنا كنا بنكافح جماعة الإخوان الإرهابية بكل القوة، لكن للأسف الشعب المصري شعب متدين سواء كان مسلم أو مسيحي، العاطفة للدين عنده قوية جدا، فكان التعاطف مع هذه الجماعة بلا حدود. ويمكن ربنا خلق الظروف بتاعت 25 يناير دي عشان هذه الجماعة تتعرى، وعشان الشعب يعرف ايه هي الجماعة دي وايه اصولها وايه فصولها.